إذا كانت أخت زوجتي الأرملة عندي ولست محرما لها، فهل يجوز لي أن أسافر بها مع أهلي في مكان بعيد مثل الطائف مثلا؟ إذا كان ليس لها والي غيرك فهي مع أهلك، كالخادمة التي ليس لها والي تكون مع أهلك تسافر معهم، وليس ولا 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 هناك محرم للضرورة. أما إذا كان لها محرم تكون معها.